خسرنا وايد المشاركة في ماراثون زايد الخيري. هذا شيء نحن فخورين فيه بدعم المدير العام لبلدية دبي المهندس داود الهاجري. فرصة وايد حلوة تخلينا نحن نحس فعلا أن نحن نكمل مسيرة القائد الشيخ زايد الله يرحمه في دعمه لأبحاث وأمراض الكلى، وإن شاء الله ريع الماراثون طبعا اللي بيرجع حق هذا الشيء، وجدا فخورين بالمشاركة فيه. تعتبر مشاركة بلدية دبي في هذا الماراثون بمثابة تسويق لإمارة دبي بكافة المعالم، مثل عندنا صاروخ الحديد، سفاري دبي، عندنا بعد برواز دبي، وإن شاء الله نوصل رسالتنا.